الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الله تبارك وتعالى موجود، هذا الموجود هو الذي برأ عالم الملك وعالم الملكوت. الله له آثار ملكوتية وهو خلق الأرواح والنفوس، وآثار ملكية مادية وهو هذا العالم المادي الذي نعيش فيه. أيضا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود من الموجودات. هذا الموجود له عنصر ملكوتي، له عنصر ملكي، له آثار روحية وله آثار مادية. الآثار الروحية، من توجه للإمام المنتظر أمده بلطفه. شوف احنا الآن نقرأ هذه الآية دائما، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام المهدي ذكر الله، الإمام المهدي ذكر الله، في بعض الروايات تفسير للآية، ذكر الله هو الإمام المعصوم. ذكر الإمام المعصوم ذكر لله. لأنهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية القرآنية تدل على أن الذكر هو النبي، لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا. لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا. النبي هو الذكر. لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا. ذكر الله هو الحجة، هو المعصوم، هو ذكر الله. ذكر الإمام المعصوم ذكر لله، وذكره يزرع الطمأنينة والمدد والاستقرار في النفوس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن قوى علاقته بالمهدي سيجد هذا الأثر. يتصدق عن الإمام المهدي، يطوف عن الإمام المهدي، يزور عن الإمام المهدي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يحدث علاقة ويصنع علاقة بينه وبين المهدي، هذه العلاقة سوف ينعكس أثرها عليك، ستجد الاطمئنان والمدد واللطف من المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بصراحة كل ما هالمتداعيات التي تشعر فيها الأمة من نكبات وأحزان ومصائب، ابتعادهم عن فاطمة بصراحة. طبعا شلون؟ أنا أقول لك الحين الله شو يقول في القرآن؟ نعم،
بجاوبك بالقرآن. جميل. إيه لأن القرآن يعني حقيقة نور عظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلا اللي يعرض عن ذكري شنو النتيجة؟ نعم. تخلف ونكبات، هاي مثل تقول عقد نفسية ودمار. ومن أعرض عن ذكري، ذكري يعني شنو؟ ذكري يعني شنو؟ كلمة مطلقة الآن. لا، القرآن يطلق عليه الذكر، والقرآن ذي الذكر. القرآن هذا الكتاب، هذا كتاب كتاب صحيح. والقرآن وش يقول أمين المؤمنين؟ يقول أنا القرآن الناطق. ممتاز، واضح له لا؟ نعم. وذكري هنا يطلق على الرسول ذكر. زين، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، في سورة الطلاق قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آياته، فسمي الرسول ذكرى. واضح له لا؟ واضح. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. سمي الرسول ذكرى. والإمام علي سلام الله عليه، والإمام علي في الآية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا. فالمقصود من أنفسنا هو علي. فإذا كان علي هو نفس رسول الله بهاي الآية، فكل ما ثبت لرسول الله من امتيازات هي ثابتة لعلي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فكل ما ثبت لرسول الله من امتيازات هي ثابتة لعلي، ومن الامتيازات التي ثابتة للرسول هي أنه ذكرى. صحيح. فإذا علي هم ذكرى. وهنا أقول ومن أعرض عن ذكري، يعني من أعرض عن ولايتي أمير المؤمنين علي. واضح له؟ واضح. واضح. فإن له معيشة ضنكا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.